معرض القلم على شارع الشيخ زايد بدبي. اليوم عارضين سيارات اللامبورجيني حاطينهم برا. هنبدا بافنتادور اس في جي رودستر، هذه كمان اس في جي رودستر، اس في رودستر، اس في، هذه هي الالتيميت. كثير ناس يمكن يعرفوها اوريدي. الالتيميت هي عباره عن اس في جي، ولكن شويه فينا نقول انه لا يعني ما فيها البادي كيت تبعت الاس في جي، في 10 احسنه اكثر. هيدي حتكون اخر اصدار من اللامبورجيني كفي 12 نيتشر اسبيريتد، وهيدي التيميت رودستر حتى كمان 2023. حنشوف بعض السيارات كمان هون. كوروس منصوري ما شاء الله باللون الاصفر، جميله جدا. كمان كوروس منصوري. فوت للداخل. Hey bro, you okay bro? Hey, how did you? في سيارة P1 Carbon Series هون. يعني في منا خمسة بالعالم وهيدي واحدة منهم. بيجي الكربون فايبر تبعها اكسبوزد. طبعا هن كلهم بيجوا كربون فايبر، ولكن هيدي بيجي فيها اكسبوزد، فيها تفاصيل اكثر احمر من الداخل. ومثل ما حكينا هيدي 1 اوف 5، واحدة من خمسة موجودة هلا بالقلم للبيع. هندخل الشوروم. عنا الألفا هون، ريفنتون، واحدة من 20 سيارة بالعالم. هيدي الفيرون اللي هون منصوري اسمه فينشيرو. أغاني وايرا، أستون مارتن 177، فورد جي تي. هاي مرة كمان تاني الريفنتون. سبايدر هاي الصف طبعاً. عنا بوغاتي شيرون هونيك. حنروح على كل السيارات. هاي الألفا من الخلف. GT2 RS، كمان GT2 RS، عنا صف رولز رويس هون، دون وريس، وبالاخر عنا جوست واثنين فانتوم. ما حاحكي عن كل شيء، انتم شايفين كل شيء موجود هلا الوقت الحالي بالمعرض. عنا 6 جميل السبيكس تبعها ما شاء الله.
انا قاصد حط وايد انجل لان ما شاء الله كميه سيارات كثيره، المعرض كبير، عندنا صف اس ال ار هون ما شاء الله، من ضمنهم 722S و 722S مش موجود الحين هلا تحت، هول اثنين 722 هون، اس ال ار عاديه، ميورا، جي تي 12 من استون مارتن، هذه هي فينتج بس هذه في 12، هذه كمان في 12 بس هيدي يمكن تلاحظوا اني عم امشي شوي بسرعه، لانه اذا ما بمشي بسرعه الفيديو بيطلع كثير طويل، ما بحب انا صراحه طول الفيديوهات. ما بحب اساسا الفيديو يتعدى العشر دقائق بغض النظر عن حجم المعرض. السياره يعني ما شاء الله المنظر تبعها ما طبيعي. يوني لا لا صورت قبل، مريت من برا وكنت حامل التليفون ومقاطع بالسيارة وصورت السيارات اللي برا. كله تشانغ ماي. لا تحاتي. هي البوغاتي شيرون اللي شفناها هلا من شوي. عنا هون لفيراري واقفة لوحدها، ما كنت منتبه لأول شيء. هيدي الجي تي اس مميزة، حكينا عنها قبل مرة. رولز رويس كالينن هون الصف تبعهم ما شاء الله. بس 800 ما شاء الله، هيدي جي ال اس 800 فروم رابوس، هيدي جي ال اي 800 كمان برابوس. شو رأيكم بهالداخلية هيدي؟ اكتبوا بالتعليقات. I got it.
حبيب القلب.